يا صباح الخير والسعادة والهنا على عيون مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. النهاردة حلقة مميزة جدا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك. إن شاء الله كل سنة وإحنا وإنتوا كلكم طيبين يا رب. استفتاء الأعمال الرمضانية والمسلسلات موجود على صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وتغيرت مراكز الخمسة الأولى بالنسبة للمسلسلات الموجودة هناك. فياريت لو تروحوا على الصفحة وتصوتوا على أجمل عمل بتشوفوه مناسب لموسم رمضان 2020. النهاردة بما أنه العيد قرب والعيد في وقت الحظر هيبقى مختلف، لكن إن شاء الله هنكون سعيدين ومبسوطين بوجودنا مع العيلة ومع أفراد العيلة حوالينا. هنتكلم عن موضوع جميل جدا وحلو جدا، هو موضوع الحلويات أو حلويات العيد. عشان كده النهاردة معايا الأستاذ هاني صاحب محلات إكلير للمخبوزات والحلويات، والشيف عرفة. هيكلمونا النهاردة عن تفاصيل كتير عن كعك العيد والبسكوت والبسكويت والبيتي فور وانواع كتير قوي من الحلويات. صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك يا استاذ؟ صباح الخير شيفنا. طيب انا عايز اخش على طول في الموضوع لانه الناس عايزه تعرف تفاصيل كتير عن موضوع الحلويات، بس انا في البدايه سمعت شكوى عن المحل بتاعكم انه اسعاره شويه غاليه، ليه؟ والله طبعا مش هكذب على حضرتك، احنا فعلا اسعارنا غاليه، بس لازم يكون في سبب. احنا طبعا احنا الحمد لله بفضل من ربنا شغالين في لينا سياسة معينة بنشتغل بيها، وهي أولا إن احنا لازم نعمل حاجة صح. تمام. فعشان أنت حضرتك تعمل حاجة صح وتعمل حاجة، مش هنقول حاجة محلية، احنا بنعمل حاجة انترناشونال. في عندنا أصناف كتير جدا بنستورد دقيقها من بره، في عندنا شيفات ما بنشغلش احنا عندنا في المحل، أنا آسف في اللفظ، فرانين. احنا بنشغل عندنا شيفات، الخامات عندنا بنستورد، أغلبية خاماتنا مستوردة من الخارج. فعشان كده احنا لازم كل حاجة بنكلفها، واحنا بنشتغل على تكلفة المنتج وليس على سعر اجتهادي مننا. فده حضرتك يعني هو ده السبب بصراحة. وخصوصا الحلويات ما بتسمحش انه تكون المنتج او الحاجات الداخلة فيها مش كويسة، لازم تكون حاجة مضبوطة. اكيد. عشان مش هتبقى كويسة في الفرن، ومش يعني الخميرة، البيكنج باودر، الدقيق، الحاجات دي كلها التفاصيل. شيء اساسي يعني بصراحة، لإلا المكان او محلتنا في مكان مش مكان شعبي، احنا في حدائق الاهرام، وطبعا حضرتك عارف ان اغلبيه سكان حدائق عندكم فرع واحد في عندنا ثلاث فروع في حدائق ما شاء الله. فطبعا نوعيه الجس اللي احنا اللي هو الهدف بتاعنا كلها ناس مش عاديه بصراحه. وفي محلات كتير موجوده في الحدائق، ولكن احنا حبينا ان احنا نبني اسم. فعشان تبني اسم حضرتك لازم يكون له اساس. الاساس طبعا بيندرج تحته حاجات كتير جدا. تمام. طيب النهارده هتعملوا لنا ايه؟ النهارده ايه الليسته؟ ايه اللي في المنيو النهارده بتاع الحلويات؟ خلي بقى الشيف يتكلم بقى. اللي انت عايزه عندنا كحك وتفور وغريبه وبسكوت. طيب انت شوف هتعمل لنا النهارده ايه؟ واحده منهم. عايز نبتدي بالكحك. يلا. ماشي. يلا نبتدي بالكحك. اول حاجه عندك المقادير بتاعتها قد ايه؟ المقادير كيلو مثلا. كيلو، نص كيلو سمنه، 500 جرام سمنه. تمام. 100 جرام سكر. اللهم صل على النبي، 10 جرام خميره، 10 جرام بيكنج باودر. تمام. 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 احنا اول حاجه نعمل ايه؟ بنسوي كعك. اول حاجه هنحط السمنه. تمام. عجن ولا نضرب؟ يلا حط يا عم. مفيش. ماشي. تمام. هنعمل كميه صغيره عادي. ماشي ماشي، اعمل لنا كده سامبل صغير. عايز يشوف ال طيب انا عايز اسال الاستاذ هاني، بما انه انت دلوقتي مشتغل، المقادير موجوده على الهواء معانا على الشاشه برضو. عايز اسال حضرتك انه ايه الفرق ما بين الكوكيز والبسكوت؟ يعني في ناس كتير بتخش في موضوع اللي هو لا ده كوكيز ده بسكوت، لا مش عارف ده ايه. هما طبعا حضرتك الاثنين طبعا من انواع الحلويات، لا خلاف ولا جدال على هذا الموضوع يعني. تمام. ولكن البيدفور من الحلويات اللي هي يعني احنا بنسميها الحلويات الدسمه، لان نسبه السمن داخل البيدفور تقريبا بتصل نسبه 75%. تمام. اما نسبه الكوكيز طبعا بيتراوح من بين 30 35%. وطبعا احنا في الوقت الحالي اغلبيه الناس كلها طبعا لازم دايت، لازم رجيم، لازم كل واحد بيعرف السعرات الحراريه في اي حاجه بياكلها. صح. فعشان كده في اقبال شديد على الكوكيز حتى في الوقت الحالي،
الليلة الكوكيز طبعا من الحلويات اللي هي هنقول باكل حلويات ولكن ما بتأثرش عليا صحيا. تمام، ويمكن هي سهلة في الأكل يعني ما بتفتش ما بتعملش. لا طبعا، يعني غير يعني من غير البيتي فور أو يعني البسكوت بيكون شوية هش. ما هي عشان طريقة تصنيعها وطريقة تجهيزها هي صحية. تمام. يعتبر الكوكيز حاجة صحية. طيب احنا دلوقتي بنخلط ايه أول حاجة؟ الدقيق والسمنة. تمام. والسكر. تمام. تاني حد شو عارفه؟ الدقيق والسكر والسمنة. تمام. طيب حضرتك بتشوف الـ يعني الإقبال دلوقتي على الحلويات ازاي؟ الحلويات دلوقتي في يعني شهر رمضان وف يعني في العيد في وقت الحظر، حضرتك بتشوف عليها الإقبال ازاي؟ طبعا في إقبال شديد طبعا حاليا على موضوع الحلويات وخصوصا الكنافة. طبعا تعرف ان احنا عايشين في طبيعه شرقيه شويه. اها. فطبعا الكنافه، القطايف، البسبوسه، الرقاق الطري، صواني الرقاق. ففضل من ربنا يعني بالنسبه لنا في اقبال شديد عندنا الحمد لله يعني. طب الحمد لله. طيب الـ يعني محلات اكلير بتعمل موازنه ما بين الحلويات الشرقيه والحلويات الغربيه، ايه اللي عندك من دول وايه اللي عندك من دول؟ بالنسبه للحاجات الشرقي احنا عندنا بالنسبه للشرقي وفي عندنا غربي. بالنسبه للشرقي حاليا في الوقت الحالي عشان شهر رمضان الكنافه عندنا القطايف. ده يعتبر من الحلويات الشرقيه. نيجي بالنسبه للحلويات الغربيه في عندنا برضو في عندنا دنش، في عندنا السنابون طبعا بالقرفه. سنابون. سنابون طبعا. وخصوصا احنا بنشتغله بقرفه طبيعي يعني غير اي محل من المحلات اللي بره. تمام. احنا اتكلمنا من البدايه ان عندنا خامات بننتقيها عشان كده الاسعار غاليه. طبعا بننتقيها طبعا، فلازم نعمل حاجه لكل جست عندنا تكون حاجه ان هو يحس ان هو في ثقه في المكان يعني. تمام. دلوقتي بعد ما يعني ما خلصنا خلط المكونات دي نعمل ايه دلوقتي؟ هناخد حبه لبن صغيره. احنا بنعمل حاجه صغيره عشان بس المقادير موجوده على الشاشه بتظهر. تمام. تمام. نضيف اللبن دلوقتي مع السمنه والدقيق والفول السكر. تمام. تمام. طيب في سؤال هو شويه ممكن يكون مش صعب بس يعني النهارده او في الايام دي انه في السوشيال ميديا ناس كتير بتعمل الحاجات اللي هي الحلويات الافكار اللي بتيجي، حضرتك بتجيب الافكار منين؟ جديد لو عندك فكره جديده بتجي لك ازاي وبتطبقها ازاي في المحل؟ والله حضرتك استاذ طارق طبعا لازم كل واحد يكون عنده نشاط، لازم يحاول ان هو يطوره ولازم يفكر هو ازاي يطور مشروعه، لان النجاح ملوش اخر. تمام. يعني النجاح طريقه طويل. طبعا انا بشوف محلات ولدرجه ان انا بروح عندي اماكن وبدخل وبشتري منها وبشوف المنافس عندي وصل لفين. بالاضافه طبعا دلوقتي ما شاء الله السوشيال ميديا يعني ما تقدر تجيب الاخر العالم من بدايته لنهايته وانت قاعد مكانك. صح. فبدخل على الجديد وبنشوف الجديد ايه ونشوف منتجاتنا، بندخل على صفحتنا نشوف الفيدباك بتاع كل عميل. في ناس برضو حضرتك الريفيوز بتشوفها بتاع العملاء بتاعتك طبعا يوميا. وفي عندنا صفحه بتاعت المحل محل كلير على الفيسبوك كلير مخبوزات حدائق الاهرام طبعا لنا صفحتنا وعندنا متابعينا ومشاهدينا. تمام. وفي عندنا شركه ماسكه الصفحه عامه الحمد لله احنا شغالين على يعني نقول على تقنيه عاليه جدا فعلا. طيب بالنسبه للدليفري الاوردر بيتعمل عن طريق الصفحه ولا عن طريق التليفون؟ في بيتعمل عن طريق الصفحه وبيتعب في بيتعمل عن طريق الواتساب في بيتعمل عن طريق التليفون. تمام. في عندنا خطوط سخنه لان عندنا كمان في ميزه في كلير ان عندنا الدليفري هوت لاين مكان موحد ما بنوصل دليفري من المصنع مباشره للعميل. تمام. ما بنطلعش من المعارض عندنا او من الفروع. الحاجه بتطلع بدرجه سخونه مناسبه للعميل، بتطلع حاجه على الحمد لله بفضل من ربنا وقت طبعا وقت قليل جدا. تقريبا الاوردر عندنا بيتراوح من 10 ل 15 دقيقه. تمام. بيكون متجهز للعميل. فالحمد لله احنا شغالين على الدليفري بطريقه بفضل من ربنا مناسبه يعني ان شاء الله. تمام. طيب معانا اتصال من نورهان. صباح الخير يا نورهان. يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون. وانت طيبه وانت طيبه ان شاء الله. شويه وطي صوت التلفزيون. تفضلي. الله يخليك. طيب حاضر. تفضلي يا فندم. لو سمحت بنسال على مقادير الكحك، مش ممكن حضرتك يقول لنا عليها بالدقيقة؟ اللي هي ايه مقادير الكعك؟ مقادير اللي هي ايه مقادير. أيوة. تمام. عايزه مقادير الكعك بس ولا مقادير ثانيه؟ تمام. تمام. حاضر. أيوة. حاضر
هذا المرسي هتنزل على الشاشة قدامك إن شاء الله بعد شوية إن شاء الله. طيب شكرا لك نورهان. طيب هنا في سؤال كمان برضو يعني بيجيني إن هو في بعض المحلات وليس كل المحلات طبعا, في بعض المحلات بتعمل بواقي الحلويات اللي بتفضل معاها في المحل في آخر اليوم, الحلويات اللي هي لسه ممكن تكون يعني بتتاكل لسه تكون صالحة للاستهلاك وبتتخلط بحاجات تانية. أولا إيه رأيك في الموضوع ده, وثانيا هل بتعمل ده ولا لا؟ والله نتكلم مع حضرتك بكل صراحة, هو الموضوع ده موجود ودارج تمام, ولكن احنا هنتكلم عن كلير. عن كلير تمام. انا بصراحة ما بفضلش الطريقة دي. انا عندي حاجة اسمها ويست تالف يومي فعلا, ولكن الويست انا كصاحب مكان بفضل ان يروح للمكان الشرعي او المكان المناسب بتاعه اللي هو طبعا في حضرتك يعني في مزارع في حيوانات بتاكل مواشي طبعا. فاحنا الحاجة دي بنجمعها اسبوعيا تقريبا في مكان معين بعيد عن المصنع اللي احنا شغالين فيه, وبتتجمع وبيبدا وبصراحه بيتم بيعها, مش هقول لك بتطلع, ولكن انا بكون راضي عن نفسي ان انا بتخذ هذه الطريقه يعني. تمام تمام. طيب احنا استاذنك هنطلع بفاصل بسيط وهنرجع تاني ناخد معاك مقادير الكعك يعني فاصل. عندنا مقادير الكعك دلوقتي وهنطلع فاصل بعديها بشويه. ايه اللي هي مقادير الكعك عندك؟ تمام. ايه اللي هي؟ اللي هي عندك كيلو ايه؟ مقادير الكعك. تمام. ما شاء الله 100 جرام سكر. 100 جرام لبن. تمام. مع 10 جرام خميرة فوري. تمام. 10 جرام بيكنج باودر. والسمنة. السمنة 500 جرام. تمام. المقادير الموجودة على الشاشة دلوقتي بتعمل يعني كم قطعة؟ تعمل كيلو دي هتدي معانا زي بعد السوى كيلو ونص صافي بعد ما يستوي تمام. طيب هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد شوية نكمل بقية فقرات برنامجنا, ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. ورجعنا تاني معكم مشاهدينا الكرام, ومش قادر اقول لكم اوصف لكم ريحه الاستوديو بقى شكلها ازاي واحنا كنا صيام. عموما هنرجع مع الكعك وهنشوف شيف عرفه عمل ايه معاه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ عجلنا العجينه حضرتك. تمام. نبدا نعملها كده. تمام. بندهن الصينيه ولا من غير؟ من غير عشان هو اصلا في سمنه يعني. فيه تمام. هو سمنه, هو عجين سمنه. تمام. وبيتحط قد ايه في الفرن وعلى اي درجه حراره؟ قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه على درجه مدين. حراره 200. 200 نص ساعه بس. والنار من تحت مش من فوق يعني, ما فيش تحمير, بس من تحت النار. لا هي نار بيبقى بيقعد فوق وتحت, بيقعد لون فوق وتحت ممكن لون يعني. تمام 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 تمام. طيب استاذ هاني, بتشوف الاقبال يعني مع الحضر دلوقتي على موضوع الحلويات تبقى عامل ايه؟ النهارده الناس كلها بتعمل حلويات في البيت وبيطلعوا المقادير على الفيسبوك والفيديوهات الصغيره اللي بتطلع كل شويه وعاملين يطبقوا حاجات, بس هل بتشوف الاقبال قل ولا نفسه هو؟ والله زي ما انا قلت لحضرتك يعني, هو اولا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى, ولكن زي ما قلت لحضرتك من شويه لازم كلنا نجتهد في كل واحد في مجاله عشان ان احنا نكون يعني بفضل من ربنا كل واحد فينا يكون وصل للي هو عايزه. احنا برضو استغلنا النقطه دي بصراحه, وعارف ان الناس قاعده في البيت فاضيه فعايزين يشتغلوا, فعملت لهم انا عجينه ميني بيتزا عندي في المحل, عجينه نيه ياخدوها يعملوها في البيت براحتهم. انا بعته وهم عملوا في البيت. حلو, احنا كده استفدنا. برضو كنافه, برضو عملنا لهم عجينه كنافه عندنا وهم ياخدوها ويعملوها في البيت. القطايف كذلك يعني, انا الحمد لله فكرنا برضو في الفكره دي والحمد لله لقينا نجاح فيها بفضل من ربنا.
حتى احنا السنه دي عاملين حاجه جديده قوي في كلير، عاملين كنافه بالنكهات، دي حاجه لسه جديده، يعتبر احنا اول ناس شغالين فيها. والحمد لله على اقبال شديد جدا. يعني لو حضرتك شايف الكنافه قدامك، اكيد طبعا بشوف، في كنافه نابلسيه احنا بنجهزها لست البيت انها تعملها على طول. بنعمل لها كنافه برده بالمانجا، واحنا ما بنشتغلش بريحه او الوان كده، احنا بنشتغل بالوان يعني بشغل طبيعي، يعني عصير طبيعي. هرجع لك على موضوع الكنافه بالمانجا ده اللي عامل دوشه في الايام دي. بعد ما ناخد اتصال من ايتن. صباح الخير يا ايتن، يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون لو سمحتي، شكرا. السلام عليكم. السلام، اتفضلي يا فندم. انا كنت برحب جدا بالبرنامج. شكرا، اتفضلي. انا اتفضلي معاك، اتفضلي يا فندم. كنت عايز اعرف بس مقادير البيتي فور. البيتي فور، ميرسي لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. طيب ايتن عايزه تعرف مقادير البيتي فور. تفضل شيف. تفضل يا شيفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل مثلا كيلو دي تمام، 750 جرام زبده، ربع كيلو سكر 250 جرام سكر تمام، سكر بودره تمام. بعد ما تضرب الزبده مع السكر هتدي 5 بيضات تمام، تضرب البيض مع الزبده وبعد كده ندي الكيلو دي تمام، وهنضرب نشغل مضربنا عليه تعجينه على طول يعني معايا. تمام، دلوقتي هنعمل البسكوت صح ولا بيتي فور؟ هنعمل الغريبه. الغريبه لا بسكوت ولا بيتي فور، ما شاء الله عندك انواع كتير. طبعا طبعا طبعا. طيب خلينا نخش في موضوع الغريبه. الغريبه بقى ايه فرقها عن بقيه الحلويات؟ فرقها حاجه لذيذه فاكله، يعني حاجه جميله. هي الاقرب للبيتي فور ولا للبسكوت؟ لا لا دي ولا دي. طيب لها طعم، يعني لها طعم تاني لوحدها، غريب لها طعم تاني لوحدها. طيب ممكن نعرف مقاديرها ايه وطريقه عملها؟ مقاديرها بندي للكيلو دي 500 جرام زبده تمام، او سمنه اي تاني عفوا، سمنه او زبده يعني تمام، حاجه من الاثنين تمام. وبندي ربع كيلو سكر بودره مع السمنه وبنضربها كويس وبعد كده بنحط الدقيق بتاعنا ونعجنها تمام تمام. بعد ما تتعجن بتريح شويه وبنبدا نكور فيها. بتريح قد ايه المفروض؟ يعني حوالي نص ساعه في الثلاجه. نص ساعه في الثلاجه بعد العجن. بعد العجن بتريح تمام. وبعد كده بالذات عجينه الغريبه لازم تكون بارده، لازم يعني تكون ده مش من ضمن العجين اللي يتعجن ويفضل بره. ويفضل انها تحط في الثلاجه تمام، صح يا شيف؟ صح تمام. وبعد كده بنشتغلها وبتخش الفرن على درجه حراره 180. 180 قد ايه؟ يعني لمده 35 دقيقه. 35 دقيقه برده وتطلع تمام تمام. اللي عندنا دلوقتي ده اللي هي ده الكعك. الكعك واللي عندنا ايه في الفرن دلوقتي؟ عندنا كعك اللي بيستوي برضه. الكعك بيستوي تمام تمام تمام. طيب ايه هل في انواع جديده عندك هتدخلها للمحل قريب؟ ممكن ناخد منها شويه سبقه يعني عشان نعرف لو في حاجات معينه عايز تدخلها وحاجات معينه عايز تعمل ابتكار جديد لنوعيه معينه، هل في افكار زي كده وبتحصل ازاي؟ والله وان شاء الله احنا بعد العيد شيء اكيد يعني في عندنا بعض الاصناف ان شاء الله ان احنا هننزلها في المحل، ولكن هتكون اصناف من المعجنات. يعني المعجنات زي ايه مثلا؟ طبعا في عندنا بوريك احنا حاليا شغالين فيه والحمد لله احنا مميزين فيه كويس جدا، يعتبر احنا مش هقول احنا غير الناس كلها طبعا، في محلات وبراندات عالميه وفي محلات طبعا بتشتغل كويس جدا. احنا ان شاء الله ناويين احنا بندخل يعني مثلا البوريك ده بيتعمل بالجبنه، احنا من يعني من اوائل الناس اللي بنخلط الجبنه مع العجين ذات نفسه على اساس انت لما تاكل الحاجه تحس ان فعلا الحشو بتاعها هو نفس الطعم. دي ميزه جديده او دي خامات احنا بنضيفها انها بتطلع المنتج بتاعنا يعني الحمد لله الناس بتطلبه بالاسم تمام. بنفكر برضو ان احنا نضيف لنا نكهات تانية، عايزين ندخل فيه بوريك، ندخل زيتون معاه، عايزين ندخل اجبان برضو مستورده شويه برضو معاه ان احنا نغير برضو بعض الاصناف تمام. عايزين برضو نضيف بعض الحاجات في الباتون ساليه، احنا برضو بنحاول ان احنا نغير وبنطور وبنبتكر. الباتون ساليه طبعا عالميا معروف ان الناس ان هو معروف يقول لك باتون ساليه بالكمون، احنا ضفنا له حاجه جديده وعملنا باتون ساليه بالجبن الرومي والحمد لله عليه اقبال شديد كويس جدا. فان شاء الله الفتره اللي جايه برضو هنحاول ان احنا يكون عندنا 4-5 اصناف ان شاء الله بعد العيد. طيب دلوقتي احنا عرفنا قسم من الحلويات، هو المحلات كلير محلات حلويات ومخبوزات تمام. ايه بقى المخبوزات؟
والله احنا بكر جميع اصناف المخبوزات عندنا، وده طبعا السبيشال بتاعنا، التخصص بتاعنا. احنا عندنا العيش الفينو بتاعنا احنا متميزين بيه جدا جدا، يعني العميل بيجي لنا، وكان ده كان بصراحه وبفضل من ربنا كان سبب ان اكلير بقى اكلير هو المخبوزات بتاعتنا، يعني خصوصا الفينو بتاعنا. عندنا اكتر من نوع من العيش الفينو، في عندنا الفينو البتيبان بتاعنا اللي هو الصغير، وده بيكون عليه اقبال شديد جدا وقت المدارس طبعا عشان الحجم بتاعه. في عندنا الاكبر منه اللي هو الفينو الاكلير اسمه كلير بتاعنا، في عندنا رغيف برضو اسمه فيينا بالسمسم كده، رغيف برضو مميز. وفي عندنا الباجيت الفرنساوي برضو بنعمله. في عندنا ميزه ثانيه، واكيد كل مشاهدينا يعني بفضل من ربنا اللي جربونا عارفين ان احنا اكلير ما بنحطش اي مواد حافظه في اي منتج عندنا. العيش الفينو عندنا لو حطيته حضرتك عندك في شنطه داخل البيت بدون فريزر بدون اي ثلاجه ممكن يقعد يومين ثلاث ايام تطلعه وتسخنه، وده عن تجربه مش عن كلام، واكيد الناس كلها عارفه. تمام. فالحمد لله احنا كلير عايزكم تاكلهم وانتم مطمنين يعني، وشرف لينا ان احنا موجودين معاكم، وده حاجه تشرفنا يعني. احنا نشرف حضرتك. طيب سؤالي للشيف عرفه، بقى حضرتك قد ايه في المهنه؟ بقالي 25 سنه. 25 سنه يعني دلوقتي تك بتعرف الحاجه على طول كده، العجينه ضربه الخلاط يعني. طيب انا عندي سؤال، لو هيجي لك صنايعي دلوقتي يتعين عندك اول يوم او اول يومين، هتحس ان هو هيبقى حلواني كويس ولا لا؟ وازاي؟ طبعا طبعا. ازاي؟ يعني بيبان من الشغل بتاعه. بيبان من مسكه عجينه وطريقه الشغل اللي هو بيستعملها. تمام. الخامات، الميزان اللي انا بحطه يحط زيه او مختلف. فبنبدا يعني نواعي بعض، بنبدا نظبط الشغل لبعضين. لو هو ناقص حاجه انا بقول له عليها، نظبط الحاجه مع بعض. تمام تمام. وفي عندك ناس جم يعني اكيد طبعا واوكي بقى يعني اتعلموا، وفي ناس مش يعني مش بتوع الصنعه خالص، مش ناس غاويه الشغل اصلا. مش غاويه الشغل؟ يعني اللي غاوي الشغل بيشتغل وبينجح. تمام. ما انا هو الشغل خبره ما شاء الله. اكيد اكيد. دلوقتي عندنا ايه خرج من الصينيه؟ دلوقتي احنا طلعنا الكحك. الكعك، الكعك اللي كان قبل شوي. تمام تمام. دلوقتي كعك خرج من الصينيه دلوقتي. تمام. ما بيتحطلوش اي حاجه او في حاجات بتتحط له زي التزويقه كده، مكسرات بس. ولا في بياخد مكسرات حسب ما انت عايز، زي مكسرات مثلا طبعا في فستق وبندق وفي عين جمل في عين جمل في فستق في عجميه. بتطحن شويه كده بتتضرب وبعدين بتتحط كده بترش على ال لا صح؟ ده لو عايز تحط مكسرات او حاجه دي بتخش بتبقى داخل الكحكه نفسها. داخل الكحكه في سكر بودره بيجي على الوش. تمام. يعني ده اللي هو حاجات الكحك. تمام. انا سمعت في نوع من الكحك يعني بيكون كحك محشي. محشي ملبن. ده ازاي؟ عجميه، محشي عين جمل، بندق، فستق، اللي انت عايزه. تمام تمام. في كل حاجه يعني. طيب هنا هيحضرني سؤال مهم جدا، يعني السؤال ده يعني موضوع الحلويات والسكريات والنشويات ده هيكون موضوع خطير جدا على اصحاب مرضى الدايابيتس او السكر. هل عندكم انواع حلويات خاصه لمرضى السكري؟ طبعا طبعا. يعني في الوقت الحالي مش هنحدد نسبه، ولكن طبعا في النسبه الغالبيه العظمى ان الناس كلها دلوقتي بيدوروا على المنتجات الدايت. تمام. في عندنا العميل اول ما بيدخل لازم يقول لك عندكم منتجات دايت ولا لا، فشيء اكيد يعني. احنا عندنا والحمد لله احنا متخصصين في، بنستورد من بره دقيق الماني، بنعمل بيه تقريبا 8 9 اصناف. ايه فرق الدقيق الدقيق عن باقي انواع الدقيق؟ طبعا احنا مصر متخصصين في طبعا دقيق القمح، ده احنا بنزرعه، ولكن دقيق القمح في الوقت الحالي غير صحي، يعني هو طبعا مش هنقدر ما نقدرش نقول غير صحي، ولكن مش مناسب مع الحميه او مش مناسب مع الناس اللي بتتبع طريقه غذائيه معينه يعني. طبعا دقيق الالماني ده يعتبر بخليطه من 7 حبوب اللي هم العالميين طبعا على مستوى العالم. تمام. هو دي اسمه طبعا دراكوبان. دراكوبان ده مكون من 7 حبوب بنطحنهم بيطلع منهم الخليط اللي احنا بنشتغل بيه، وده بيبقى لونه زي لون الشعير او زي لون ال، ده تقريبا لونه مقارب من لون الشوكولاته ولا اغمق. هو غامق جدا. تمام. ده احنا بنشتغل بيه بصراحه بيعملوا حتى في ان هو اللوف او التوست او طبعاً. الفينو اللي هو بيكون داكن ده زي الشوكولاته لونه. هو ده العيش الالماني، احنا طبعا عندنا في المحل حتى بنبيعه بالكيلو مش بالحبه، ده بيكون عليه مكوناته خليط السبع حبوب، وعلى الوش من فوق بنحط احنا المكونات السبع حبوب برضو على الوش من فوق. تمام. ناس كتير جربته كويس جدا الحمد لله يعني. تمام. سؤال تاني، في فرق ما بين الحلويات المقدمه اللي بتوع الدايت عن الحلويات المقدمه اللي بتوع السكري؟ تمام تمام. سؤال كويس جدا. احنا برضو عندنا عاملين نوع من انواع المنيهات عندنا، ده بنحط له سكر فواكه
يعني طبعا خالي جدا من الدسم، وبالاضافه برضو بنخلطه بنفس الدقيق اللي هو الدقيق الالماني، فعليه اقبال شديد جدا يعني الحمد لله، والناس مرحبه بيه يعني. تمام. طيب ارجع على موضوع الكنافه اللي بالمانجا. اولا المانجا دخلت او احتلت الكنافه ازاي وليه؟ طبعا احنا خارجين من موسم المانجا. تمام. ولكن احنا لنا نظره مستقبليه في شغلنا. احنا خزننا مانجا فعلا مانجا طبيعي، وبدانا نشتغل بيها. في ناس كتير بيعملوا يعني بيحبوا يشتغلوا بالحاجه ببصوا للون، احنا بصينا للون والمضمون. احنا اوريدي الكنافه بدانا نعمل، احنا بنعمل شغلنا كله عندنا داخل مصنعنا. الكنافه اول ما نيجي نشتغل بيها بدل ما بنحط عليها ميه بنحط عصير مانجا طبيعي خام. والناس جربتها اللي هو اللون ده ولا اللي هو اللون ده؟ طبعا ده البرتقالي. لون المانجا ده. ده لون المانجا حضرتك. والاحمر بقى لون الاحمر ده احنا بنعملها كنافه نابلسيه. نابلسيه ده بيتحط صبغه لون. ده الحاجه الوحيده، ولكن برضو بتكون صحيه غذائيه. تمام. لا ده ما فيش اللون، مش هتقدر تجيب. في عندنا فراوله برضه كنافه بالفراوله بنعمل لها عصير فراوله. وفي عندنا بالتفاح الاخضر بنعمل لها عصير تفاح اخضر. وفي عندنا شوكولاته بالشوكولاته بنعملها خام شوكولاته. يعني بني واخضر وبامبا الفراوله اورنج وفي برتقال برضه كمان احنا شغالين بيه حاليا برضه. تمام. يعني الحمد لله عاملين بعض الاصناف الجديده، حتى بيجينا شيفات كبار بيطلبوها مننا حاليا. تمام. يعني كنافه المانجا هي بس في يعني اللون بتاع المانجا بيكون بس في الـ تمام، يعني بس في الكنافه مش في الحشو. لا الحشو براحتك جدا، تقدر تحشيها مكسرات زي عادي جدا. تمام. تقدر تحشيها مانجا. واذا حشيتها مانجا يبقى حاجه بقى يعني من الطرفين، تبقى حشو مانجا والعجينه مانجا. طب هنا الفرق في عمليه الخبز بتاعتها، عمليه البيكنج بتاعها يعني في فرق بين تحط لها جبنه ريكوتا او جبنه بتاعتها، يعني هي بتاعت الكنافه، وفي فرق بنحط حاجه بتاعت فواكه. تمام. فالوقت هيبقى قد ايه في الاثنين؟ هي طبيعي 100 في بص نفس الوقت الكنافه العاديه جدا، نفس الوقت نفسها، لان هي بدل ما بنحط الميه انت بتحط نفس مكونات الريسيبي بتاع العصير. ولكن اختلاف الشعر ما بتختلفش، عرق الكنافه زي ما هو، ما فيش اي اختلاف في الوقت لا في التسويه ولا في التقديم. تمام. طيب انت بتشوف اقبال الناس في يعني في محلات اكلير على اكتر نوع حلويات ايه في الوقت الحالي؟ بصراحه بنتكلم على الكنافه، القطايف، الرق الطري. تمام. الرواق الناشف عندنا متوفر، عندنا كمان عجينه سمبوسه احنا بنعملها وبنشتغلها داخل مصنعنا. تمام. دي محققه بفضل من ربنا نتائج معانا كويسه جدا جدا. ما بتاخدش زيت كتير، بتقرمش مع ست البيت كده حاجه ظريفه يعني. فدي برده من ضمن الاصناف الجديده اللي احنا منزلنا السنه دي. عجينه السمبوسه كانت من السنه اللي فاتت موجوده، بس احنا طورنا فيها في العجينه السنه دي شويه. خفينا وزنها، خفينا الرقات بتاعتها، زودنا العدد بتاع الباكت ذات نفسه. يا الحمد لله. عندكم خط انتاجي للعجينه باكت؟ طبعا. تحطوه في باكت علبه يعني ولا بيتباع بكيس؟ لا بيطلع باكنج متقفل نص كيلو ونص كيلو. تمام. متقفل تمام، ما حدش فينا بيلمسه، حتى بيطلع عن طريق اليه. بيطلع لغايه العميل، هو اللي بيفتحه في البيت، هو اللي بيفتح الباكت بنفسه في البيت. تمام. طبعا شغل تحت الشيف، شغل الشيف طبعا. تمام. كل الشغل. طيب يعني عايزين نشوف هتعمل له بسكوت ازاي؟ البسكوت سهل. البسكوت ايه اولا؟ ايه المقادير بتاعه البسكوت؟ المقادير دي ما شاء الله احنا هنضرب مثلا 100 جرام. 100 جرام. تمام. 100 جرام. هناخد الاول حاجه الزبده ولا السمنه؟ لا الزبده. زبده. تمام. هناخد هو بياخد زبده جرام بسكوت زبدة. غير الكحك. بالظبط. الكحك بياخد سمنه. الكعك بياخد سمنه، انما البسكوت لازم البسكوت بياخد زبده. والبيتي فور بياخد زبده. بياخد زبده برضه. الغريبه بتاخد سمنه هو وهي والكعك. هي والكعك. تمام. تمام. طيب دلوقتي حطينا الزبده اول حاجه، وبعد كده ناخد ال 100 جرام. هو تقريبا البيس او القاعده بتاعت الحلويات كلها سمنه او زبده ودقيق وسكر. طبعا. وشويه شويه تضيف الحاجات اللي بتختلف ما بين حلويات معينه يعني. تمام. ولكن الاساسي فعلا البيض والدقيق، وفي الغالب اللبن واللبن والبيض. تمام. طيب في محلات كتير هل في انت عارف في زباين يعني بيبقوا كييفه؟ طبعا. اللي هو الكييف بتاع القهوه والكييف بتاع الشاي ففي يعني في زباين اللي هم كييفه الحلويات، في بيجي بيطلب منك اوردر خاص بتحط له حاجات معينه، مش عايز حاجه معينه، ازاي بيحصل ده؟ طبعا احنا بنتكلم بكل صراحه، وتقدر حضرتك تتاكد من الامور دي. عندنا الصفحه مفتوحه لاي سبيشال اوردر، الهوت لاين عندنا مفتوح لاي سبيشال اوردر، الدليفري مفتوح لاي سبيشال اوردر. في عميل بيطلب يقول لك انا عاوز سكر عاديه بالقرفه، سكر وقرفه، في انا عايز بس قرص بالقرفه بس، في انا عايز من غير سكر، في انا يعني
كل سبيشال اوردر مفتوح عندنا زي ما حضرتك تعبت. في عندنا بنعمل العيش الشعير برضو سبيشال اوردر، احنا بنجيبه وبنطحنه وبنعمل منه برضو الدقيق، ولكن احنا برضو بنعرض على العميل منتجاتنا والحمد لله هو بفضلها وبننفذه في الوقت اللي هو عايزه. جميع اعياد الميلاد عندنا برضو، بالنسبه للباتون ساليه، بالنسبه للميني بيتزا للاطفال، بالنكهات اللي هم عايزين، عايزين عليها طماطم، عايزين عليها فلفل، عايزين عليها جبنه، اي نوع من انواع الجبنه، كل ده احنا بننفذه عندنا بفضل من ربنا. تمام. على ايد الشيفات اللي عندنا. طيب الحمد لله. هنا يعني انا هيحضرني السؤال، هيحضرني السؤال الصراحه، هل في طلبات غريبه بتيجي او ايه ممكن تفتكر اغرب طلب، الطلب من عندك كاوردر انه ازاي بيتحط ده مع ده، او ازاي في حاجه زي كده ولا؟ والله اقول لحضرتك يعني كل شيء وارد، يعني كل شيء وارد، ولكن احنا برضو بنحاول ان احنا لو اي عميل اتصل بينا وطلب اوردر معين وفي شويه كده احنا نقدر ننصحه، ولكن اذا هو كان حضرتك عايز ده، ما هو عايز ده فاحنا بننفذ يعني. تمام. يعني انا حتى عندي في كلير بحاول ان انا ما بدخلش بصراحه، وحضرتك تقدر تشوف الكلام ده، ان احنا بنحاول ان احنا على ابسط يعني على اقل درجه ان احنا بندخل الطماطم. يعني مثلا ميني بيتزا معتاده معروفه في المخابز لازم إن طماطم. احنا يعتبر حاجه غريبه، احنا ما بنحطش طماطم نهائيا على اي نوع من انواع الميني بيتزا عندنا. فلفل احنا بنحط فلفل اخضر، بنحط زيتون، بنحط جبنه خليط بين الجبنه الرومي والجبنه اللي هي الجبنه الموتزاريلا. تمام. بنحاول ففي زبون بيجي يقول لك انا عاوز طماطم وعاوز على الطماطم شطه، نقول له عنينا الاثنين، فبنضطر لازم ننفذ تحطه، ولكن احنا بنقول له احنا عندنا الستاندر عندنا كده الله ينور. فبنعرض اوكي اوكي، لا بنعمل له اللي هو عايزه زي ما هو عايز. تمام. بننفذ في النهايه عشان نرضي جميع العملاء بتوعنا يعني. طيب دلوقتي احنا بنخلط الزبده مع الدقيق مع السكر الاول، مع السكر الاول، الزبده مع السكر قبل الدقيق. تمام. بعد كده بعد كده نضيف الدقيق. تمام. هو بيخلط الزبده مع السكر لغايه ما يدوبهم، تبقى عامله زي الشانتيه، زي الكريم شانتيه، تدوب عشان ما يبقاش في حبيبات داخل العجينه ذات نفسها. وبعد كده بنضيف الدقيق، بنضيفه مره واحده ولا شويه شويه؟ على حسب العجينه قدامك بنديها الدقيق اول باول. شويه شويه طبعا. وبعد كده؟ وبعد كده بندي البيض وبرده بنضرب كده، برده بتخلط تمام التمام، واخد بال حضرتك؟ بتتعجن بقى بالايد. وبعد كده بتتعجن في المضرب، هي لها طريقه، لازم المضرب بالحاجات دي. المضرب لازم طبعا، شيء اكيد يعني. طبعا ده مضرب على قد كيلو. طبعا. ولكن احنا عندنا ناكل مضارب على اكيد طبعا، يعني بتاعت محل يعني زي يعني معمل. طبعا. طب في الكلام عن المضارب الكبيره والاجهزه الكبيره، هل بتجي لك اوردرات لحفلات ولائم اعياد ميلاد؟ طبعا. ازاي بتجهز نفسك للموضوع ده؟ والله احنا اولا مجال الحلويات والمخبوزات معتمد على زي ما حضرتك قلت المعمل او المصنع. تمام. لازم يكون عندك معدات ولازم يكون عندك الامكانيات ان انت تكون مستعد لاي سبيشال اوردر بيجيلك. احنا مثلا بيجينا بال 2000 رغيف ب 3000 رغيف فينو، لازم يتنفذوا. بيجينا سبيشال اوردر برضو للميني بيتزا برضو في المدارس، ايام المدارس. تمام. بيجيلك، فاحنا الحمد لله عندنا شيفات وعندنا مساعدين، وفي عندنا احنا كمان على فكره اكلير شغال 24 ساعه، احنا ما بنقفلش المحلات بتاعتنا. 24 ساعة. محلات. 24 ساعه. تمام. ولكن في خلال احنا طبعا في تصريح طبعا في خلال الحظر، ولكن احنا من ضمن المحلات المستثناه ان احنا فاتحين. فالحمد لله احنا عندنا اوبريشن مانوال شغالين عليه، اذا كان في الخامات او اذا كان في السوفت الاوبننج بتاع المحلات، افتتاح المحلات او اغلاقها. ففي نظام عندنا احنا بفضل من ربنا شغالين عليه بصفه خبرتنا ومجالنا في الشغل، وان شاء الله الفتره اللي جايه برضو بنفتح محلات جديده ان شاء الله. طيب دلوقتي يعني في الكلام عن الحظر وعن المحلات المفتوحه 24 ساعه، ثلاث محلات بتوع اقلير، بالنسبه للدليفري بتوصلوا لاي مناطق في القاهره؟ احنا بنوصل داخل منطقه حدائق الاهرام تقريبا، جميع البوابات الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. تمام. بيجي لنا اوردرات برده من دريم لاند برده بنوصل لها. وبنوصل برده لمدينه الفردوس جنبنا. تمام. وحي الاشجار جنبنا. تمام. يعني المنطقه المحيطه بحدائق الاهرام. ممكن احنا نقدر نوصل اكتوبر نقدر، ولكن انا الشغل سهل جدا، ولكن احنا بنحاول ان احنا نحافظ على منتجنا. انا في وقت معين لتوصيل الحاجه، لتوصيل الحاجه اللي انا راح، فلازم احنا نقدر وناخد اوردرات كتيره، ولكن انا عايز العميل يطلب مني مره واثنين وثلاثه. لازم احنا كل واحد فينا لازم يكون عنده حته الضمير شويه في شغله، لازم يكون يحافظ على 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 منتج. انا منتجي تقريبا يفضل سخن قد ايه؟ انا ما اقدرش اوصل اوردر بعد منتجي ما يبرد. ما ينفعش تحطه في الحلويات السخنه اللي هي بتاعه البيتزا والحاجات دي؟ والله طبعا لا، ليها طبعا في لازم يكون برده في تهويه في المعجنات. يعني في بعض الاشتراطات الصحيه
ان احنا لازم نتبعها. تمام. مش الغرض بتاعنا الاولاني السيلز او غرض البيع، الغرض ان انا اوصل لعميلي المنتج يكون صحي وامن وان هو يكون مطمن وهو بياكل المنتج يعني. تمام. طيب بالنسبه للباكجينج بتاعتك، عندك العلب موجوده قدامنا كده على الشاشه، موجوده دلوقتي في الاستوديو، في يعني بيكون احجام منها مختلفه، احجام طبعا وانواع مختلفه طبعا على حسب انواع الحلويات. طبعا في عندنا احجام، احنا اولا بدايه من الشنط البلاستيك. تمام. اللي بتحط فيها الفينو، احنا برضو بفضل من ربنا بننتقي كده، ودي نقطه برضو بقولها لحضرتك برضو لازم الناس كلها تفكر فيها، في شنط بلاستيك اسعار رخيصه، وطالما سعر رخيص يبقى اكيد هيكون التولز بتاعه او الخامه بتاعته اكيد مش هتكون صحيه. احنا بنحاول ان احنا ننتقي اجود انواع البلاستيك عندنا. بالنسبه بعد كده في الباكنج اللي هي العلب الكرتون بتاعه الكحك والحلويات، برده في منها مقاسات من اول نص كيلو تقريبا لغايه معانا لغايه 5 كيلو 10 كيلو. تمام. في عندنا الانجليش كيك عندنا برده ليه قوالب معينه خاصه اللي بتحط فيها. الكب كيك برده كذلك، يعني الحمد لله احنا عندنا آلية عمل احنا شغالين عليها. تمام. دلوقتي قد ايه بياخد في الخلاط ضرب المواضيع دي؟ ربع ساعة بس الخلاط يعني ده ربع ساعة بس في الكيلو ولا هو عشان الكمية قصيرة هتكون أقل؟ الكمية قليلة. تمام. طيب طبعا خلينا نأجل الموضوع، خلينا نقفله بس عشان الصوت نسمع دلوقتي، بس نعيد المقادير بتاعه البسكوت. المقادير انا بعجن او الغريبه ولا البسكوت؟ البسكوت عشان ما اخلصش. تمام. الغريبه. تمام. احنا بنضرب بسكوت. تمام. اول حاجه الزبده. الزبده. تمام. وبعد كده السكر. بعد كده السكر نضربهم في بعض كويس وندي البيض. تمام. وبعد كده بندي كميه الدقيق دي شويه شويه، بندي الدقيق اللي احنا بنضرب على الميزان بتاعه. تمام. بندي كميه الدقيق وبعد كده بنعجنها ونستعمل شغلها. تمام. طيب هل في خط انتاجي هينفتح في محلات كلير للجاتو ولا الموضوع ده انت يعني متجاوزه حاليا؟ والله بصراحه في الوقت الحالي الغربي احنا مستبعدين الموضوع، ولكن في خط انتاج ان شاء الله قريب جدا. هل بسبب انه يعني الغربي شويه يعني بيحتاج له عنايه ولازم كل حاجه بتتباع، ما ينفعش حاجه تستنى، او الخزن بتاعها ممكن يكون مزعج، او ممكن يعني بتبوظ بسرعه، عمليه الدليفري بتاعها بتكون اصعب، يعني ايه الاسباب اللي دايما يعني بتاخر موضوع الجاتوهات في محلات الحلويات الشرقيه؟ والله هو كلام حضرتك يعني صحيح جدا 100%، ولكن مش هو ده بالنسبه لنا احنا ككلير هو ده الهدف. انا الهدف ان انا دخلت في مجال البيكر المخبوزات، ومجال المخبوزات ما شاء الله واسع جدا، يعني مش هنقدر ان احنا نوصل نهايته دلوقتي. فانا عايز اكون متميز في المخبوزات، في اصناف كتيره جدا لسه مش موجوده عندنا، بنحاول ان احنا نوجدها في المحل، بنحاول ان احنا نطور الموجود حاليا، ولكن ان شاء الله اذا كان في نيه خير باذن الله احنا نشتغل حلواني هيكون خارج منطقه حدائق الاهرام باذن الله يعني، ولكن قدام شويه. هو الفكره الحاليه اللي احنا بنفكر فيها ان احنا عايزين نعمل خط انتاج للكرواسون والباتيه، خط انتاج آلي، وبرده ان شاء الله تكون الدنيا فتحت والبلد تكون بقت بخير، ونحاول برده ان احنا نورد لبره مصر، وان شاء الله ده في الهدف ان شاء الله قريب جدا. طيب في بعض المحلات بتاعه الحلويات لما بتتوسع بتعمل كده كافيهات صغيره بيقدموا فيه جزء من حلوياتهم مع نسكافيه او قهوه او شاي او اي او شاي بلبن او اي مشروبات موجوده، هل في خطه في الموضوع ده في المحلات بتاعه كلير؟ والله انا مش هقول لحضرتك الموضوع مش موجود عندنا، لا موجود في دماغنا وفي فكرنا، ولكن برضو احنا واخدينها خطوه خطوه زي ما قلت لحضرتك من شويه. انا عاوز اكون عاوز اي حد يجي يقول بيكري يقول لك انا رايح كلير، ده اللي انا عايز بصراحه، انا مش مستعجل. تمام. يعني ان شاء الله الايام جايه والعمر جاي بتبني السمعه شويه شويه طبعاً. وبتبني طبعا يعني الزباين شويه شويه، ده هو ده الهدف الاساسي بصراحه، يعني ان احنا شغالين عليه وده سياستنا بفضل من ربنا. تمام. طبعا دلوقتي عندنا موجود في الاستوديو ايه اول حاجه عشان ارجع مره تانية؟ الكعك اللي هو يعني مزين بالسكر. سكر. تمام. وتاني حاجه الغريبه. تمام. ونوعين من الكنافه اللي هي في اربع او خمس انواع عندك في المحل صح؟ تمام. تمام. والبيتي فور بانواعه وايه البسكوت. تمام. بسكوت برضو ليه انواع كتير على فكره مستر برضو يعني طبعا اللي هي في عندنا في بسكوت نشادر، في عندنا بسكوت فانيليا، في عندنا بسكوت برتقال، وفي عندنا بسكوت بجوزة الهند، وفي عندنا بسكوت شوكولاته.
في تقدم في زمالة الحضرات. يلا يلا ان شاء الله كل خير يا رب ان شاء الله. انا سعيد جدا بوجودكم معايا وبوجودي معاكم النهارده في الاستوديو. تعلمت حاجات كتير في موضوع الحلويات، تعلمت الفرق ما بين الكنافه والكنافه بتاعه المانجا ايه، والكنافه بتاع اللي هي محتله سوق الحلويات. مشاهدينا الكرام، استفتاء الاعمال الرمضانيه موجود على صفحه برنامج حياتي مع طارق السعود، روحوا هناك وصوتوا على اكتر عمل تشوفوا مناسب في موسم رمضان ده. شكرا لحسن المتابعة، شكرا جزيلا، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يكون أول يوم العيد. كل سنة وكلكم طيبين وبألف خير يا رب. مع السلامة.